اشتراح حظوظ المنتخب التونسي غدوه في مباراه السنغال؟ والله حسب رايي انا حظوظ وافره بالكدا بالكدا، لخاطر الحق عنا فريق منسجم بالكدا بالكدا. حسب رايي مربوح شعل. صحيح. تونس تستعمل غدوه مع السنغال؟ يمشي. حظوظنا وافرة جدا غدوة، إذا كان باش نلعبوا وخايفين من السنغال زايد، خلينا نروحوا من الأول من المانة. السنغال تعتبر صحيح من الفرق الكبيرة اللي هي والعريقة في إفريقيا قبل، واليوم الفرق الكل اليوم متساوي على قدم وساق، الفرق الكل منتخبات كل عندها نفس حظوظ، عندنا حظوظ وافرة جدا، منتخب شباب نجم نوصلوا البعيد على الأقل إذا كان ما نفوزوش بالنهائي، وعندنا حظوظ حتى بالفوز بالنهائي، علاش لا؟ خلينا نحلم. إن شاء الله المنتخب التونسي يسوق صورة به لتونس، وفهمتني، وإن شاء الله المدرب التونسي معناها الصيغة التكتيكية اللي باش يهبط بها الجواريات إن شاء الله تكون باهية، فهمتني، وإن شاء الله الجواريات اللي باش يمشوا معناها يلزمهم يلعبوا على الدراب وعلى المريولة قبل أي حكاية، قبل الفلوس وقبل أي حكاية. بون ما نهمش في الكورة، نحب نشجع المنتخب ونقول ان شاء الله مربوحه، وان شاء الله تنورونا، ان شاء الله تكون كوب دافريك باهيه وتنورونا وتفرحونا مع عيد الثوره هذايا. والله واش باش نقول لك، هي انا نورمالمون التحضيرات مشات مش خايبه، السيليكسيون ميضر يحصل معنا وتبقى رياليتي سير تيران. السنغال كيب كبيره مش لكن زاد كيف تونس، اذا كان نجيو نشوفوا اليوم نلقاو كلاسي دوزيام تاو في ترتيب الفيفا، معناها نجم تكون عندنا حظوظ، نجم تكون عندنا حظوظ، ومشكلتنا مش مع السنغال، احنا الماتش الكبير مش يكون مع الجزائر ديربي، معناها نتصور كان يدخلوا ماهمش خايفين من السنغال نجموا يكونوا في الدوزيام تور احنا والجزائر. نتصور غدوه بقد ربي باش نربح، باش نقلع غدوه ربي يوسف مسكني شي ماركه يدوبلي غدوه. قداش سكور زعما؟ 2-0 2-0 4-0 الخنيسي باش يماركي هاتريك بقدرة ربي، إيه باش نربحوهم 2-1 إن شاء الله بقدرة ربي. أما صحيح نحن مع مصر معناتها اللي ربحنا هومش، أما ماتش ودي هو بطبيعته، أما غدوة 2-1 بقدرة ربي ولا أكثر إن شاء الله. إن شاء الله كان هكا يماركي إلى خنيسي بطبيعة، خاطرني أنا مكشخ وهو بطبيعته مصلي على النبي عليه في راسه وفي ساقه وفي كل شيء عنده، والمساكني كان هكا يماركي بمنتو شباب، وإن شاء الله غدوة الجول يبدأ في فورمة عاد ويفيق.